احنا هذا العمل كيدخل في واحد الاطار ديال واحد سلسله ديال الاعمال مسرحيه سينمائيه، يعني هو واحد النوع جديد شويه في المغرب كنا اشتغلنا عليه هذه واحد الخمس سنين تقريبا. هذا هو العام السادس، لان كنا كنديروا تقريبا عرض كل سنه، يمكن نسميوه نوع ديال سيني تياتر، يعني هو عروض مسرحيه وفي نفس الوقت سينمائيه، يعني هي كتكون مسرحيه فيها واحد الجانب ديال مشاهد مصوره سينمائيا تعرض بموازاه مع العمل فوق الخشبه. يعني هناك مشاهد كينجوها ممثلين مسرحيين فوق الخشبه بموازاه مع عرض فوق شاشه كبيره ديال عروض سينمائيه مصوره مع ممثلين سينمائيين مصوره قبل. احنا مثلا الان في اطار تصوير هذه المشاهد السينمائيه باش من بعد ندوزو للعمل على المشاهد فوق خشبات المسرح. وهذا العمل هذا هو السادس من نوعه في اطار المسار ديالنا في هذه السنوات الاخيره، وهو عن نص اصلي للكاتب المسرحي الكبير المعروف الصديق عبد الكريم بن رشيد، وطبيعة الحال من الاخراج ديالي ومن المراجعه كذلك ديال النص ديالي ومساهمه ديال واحد المجموعه مهمه ديال التقنيين السينمائيين ومسرحيين، وكذلك ديال ممثلين سينمائيين ومسرحيين اكفاء. وهاد الليله هادي يمكن لكم تلقاو مع واحد المجموعه مهمه منهم، وهذا عمل يعتبر ماشي يعتبر هذا عمل انتاج مشترك بين الشركه ديال دي ان دي برودكسيون اللي كتهتم بالانتاج المسرحي والسينمائي والمسرح الوطني محمد الخامس. إن هذا عمل مشترك مع المسرح الوطني محمد الخامس اللي حبد الفكره ودخلها في اطار الانتاجات الوطنيه المهمه اللي غادي تتعرض انطلاقا من الموسم المسرحي والسينمائي الجديد. العرض الاول مبرمج يوم 2 اكتوبر 2020. نتمنوا ان شاء الله نتهناو من هذه الجائحه ديال الكورونا ويفتحوا القاعات المسرحيه والسينمائيه باش يتم هذا العرض هذا كيف ما هو مقرر. الدور ديالي في هذا العمل هو دور الرجل، الرجل اللي هو عنده واحد المركز ديالو في المجتمع، انسان طموح بزاف واللي كيعجبو انه يعيش حياته كما بغى هو بطريقته وتحقق طموحه. هذا هو الهدف ديالو اللي اسمه في الدنيا، نعيش مزيان ما يكونوا عندي اعداء، ما نعادي حد، ونعيش حياتي كما بغيتها ونحقق احلامي. كيتعرف على السيده في الحانه، كيوطد معها العلاقه، كيتكلموا في كل شيء، الحياه، الحب، الغرام، في كل شيء. كيخرجوا من الحانه فاش كيبداو كيتكلموا هي كتحس بشي خوف، وهذا هو ما همو حتى في شي حاجه، اللي كيهمو انه يعيش سعيد وهي ما تعمرلوش راسو من داك الاخر، لان النيه ديالو هو انه يعيش ديك اللحظه والغد ليه نهار جديد صافي، الاعمال ديالو والخدمه ديالو ويمكن يتلاقى ناس اخرين، وهذا يعني ما كيبغيش داك الارتباط. ومن سوء حظه ان كتجي فيه واحد الرصاصه اللي كتقتلو، وشنو كيوقع؟ ماشي قتلنا الانسان فحسب، لان قتلو داك الطموح ديالو، لانه هو كيموت ومازال كيردد بان عنده مشاريع باغي يحققها، يعني خصو يحقق مشاريع اللي غادي تبدل العالم، غادي تزيد الدوله القدام، غادي تسعد بزاف ديال الناس، ولكن
مع الاسف، لانه هو اصلا كيقول لك ماشي هذه، انا ما مكتوبليش نموت اليوم، يعني ماشي هذه الوقيته ديالي ديال الموت. وهذا هو الدور ديالي اللي كان في الفيلم، ونتمنى ان شاء الله يروق المشاهدين وتكون كومبيناسيون زوينه ما بين لو تياتر ولو سينما، لان هذاك هو لو جو. ونتمنى التوفيق للدراري اللي غادي يلعبوا سور سين، لان غادي يكون داك الشيء صعيب تبارك الله. دونك بالنسبه للدور ديالي في هذا العرض هذا هو الدور ديال الصالوك، هذا الصالوك هذا اللي عنده اون دوبل بيرسوناليتي. علاش؟ حيت هو لاعب الدور ديال الصالوك، ولكن غادي يتلاقى واحد الشرطيه اللي غادي تعطي هذا اليونيفورم هذا. دونك هو واحد المتشرد صالوك، ولكن في نفس الوقت فاش غادي يتلاقى واحد الشرطيه غادي تعطيه اليونيفورم ديالو، وغادي يمشي يتبادل معها الدور، وغادي يعيش الدور ديال البوليسي لواحد الليله، وغادي يكتشف كيفاش انه العالم كيتبدل، كيفاش ان هذه اللبسه هذه كتبدل له حياته، كيفاش انه المطعم اللي كان كيمشي له وكيجريو عليه وكيزبلوا فيه وبزاف ديال الحوايج، فاش غادي يمشي لابس هذا اليونيفورم غيستقبلوه وغادي يعطيوه ياكل باطل وغادي يشرب باطل وغادي يستقبلوه استقبال مبدل تماما. وكيقول كيفاش انه هو كشخص ما تبدل فيه حتى شي حاجه، تبدلت فيه غير الكسوه والفردي، تبدل التعامل ديال هاد الناس كامل، وحياته كامله تقدر تبدل غير على حساب هاد الكسوه وهاد الفردي هذا. عندي بزاف الادوار ما غنقولهمش، استشاره فنيه للسي المخرج دريس الشويكه، هذا العمل الخامس اللي اشتغلت معاه من بعد فداء، واحد المجموعه ديال الاعمال اللي اقتبسناها والفناها اونصومبل، كنخدموا تقريبا هذا العمل الخامس. يعني استشاره فنيه، انا كاتب سيناريو، كنقتبسوا الاعمال كنختاروهم، كنحاولوا اننا عندنا واحد اش كنقولوا واحد الكونسيبت، يعني دائما كنقولوا سيني تياتر، كنديروا له واحد سينمائيه، مشاهد سينمائيه، وكنديروا له واحد على الخشبه. وهذا العمل دائما عندي جوج مشاركات تقريبا، كنشاركها وده في الكتابه وفي استشاره ومساعده في جميع كاع لي كومبارتيمون كنقولوا ولا، وكنمثل كنفرح نمثل مع سي شويكه، تكون عندي واحد البريزونطاسيون. الدور ديالي في هذه المسرحيه ديال احتفاليه الصعلوك مع سي المخرج دريس الشويكه، انا جيت شرطيه اللي كتحرس واحد الحي اللي كتحارب دوك المفسدين، كتحارب صعاليك بصفه عامه المتشردين اللي كيبقاو يدوروا في الزناقي. دونك انا كنحاول مادام انا خدامه في هذا الحي هذا، كنحاول نحمي هذا الحي ديالي باش ما نخلي حتى شي واحد براني يدخل ليه. والدور ديالي كشرطيه دونك كندور، راك عارف اللي الشارع وداك الشيء، على حساب الدور ديالي خصني نحمي بزاف ديال الناس، ومنهم غنلقى في راسي في الشارع واحد السيد مقتول، ولهذا اللي خصني كيفاش غادي نتلاقم معاه، كيفاش غادي نلقاو القاتل، كيفاش غادي نقلبوا باش غادي نلقاو. وهذه مسرحيه انا الدور ديالي في الديسين فيديو، وابخي فوق الخشبه اللي كاينه انا ومعايا الممثل اللي معايا يوني هذا. وان شاء الله تكون مسرحيه زوينه وتعجب الجمهور. بالنسبه ليا هذه مسرحيه الخامسه كنلعب مع سيدري الشويكه، كلها تقريبا نفس ستيل اللي ديسين فيديو مع الخشبه، وصراحه هي تقنيه زوينه وجديده، وحتى بالنسبه للجمهور ما كيملش بالمسرح، يعني عنده فرجه السينما وفرجه الخشبه. وكنتمنى ان شاء الله يكون عمل زوين ويعجب الجمهور، وشكرا لكم على الحضور ديالكم.